السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، تكلمنا في المداخلة الأولى حول مفهوم الإدارة الصفية وكونه مفهوم شامل كبير، وما الفرق بين إدارة الصف وبين ضبط الصف، ثم ما العوامل التي تؤثر على الإدارة الصفية الفاعلة فيما يتصل بالمعلم، فيما يتصل بالطالب، فيما يتصل بالبيئة الفيزيقية والمباني، وفيما يتصل بالمنهج الدراسي. وإحنا بنتكلم على الفرق ما بين إدارة الصف وضبط الصف، لاحظنا إن أي عمل فيه إجراءات وقواعد متفق عليها وتفاعل إيجابي، وبالتالي ضبط ذاتي وليس ضبط خارجي، وتعديل السلوك بالنسبة لنا كطلاب بيبقى جوه الصف وخارج الصف، وإجراءات متفق عليها سلفا، ده استراتيجي. إذن إدارة الصف عملية تحتاج إلى جهد جماعي وإلى ضوابط، ونسأل نفسنا إحنا ليه فصولنا مش منضبطة، وليه في فوضى، وليه في مشاكل بتحصل داخل الصفوف، لأنه لا حديث عن الإدارة الصفية أصلا. مدير المدرسة ومدير الإدارة والقائمين على الشأن التربوي والموجهين يحتاجوا إلى دورات تدريبية في أدوارهم لتحقيق إدارة صفية فاعلة. الموجهين والمشرفين التربويين يحتاجوا إلى هذا الأمر، ولازم يقعد في ورش العمل ويعرف ما الأدوار التي يمكن أن يقوم بها في حال حدوث واحد اتنين تلاتة، ونحط دراسات حالة ونرصد بعض القضايا وبعض المشكلات ويقولوا آرائهم في هذا الأمر. طيب، الشائع لدى الكثير من المعلمين خريجي كليات التربية وغير كليات التربية إنه الإدارة الصفية هي ضبط الصف، وإن أنا أدخل الصف الكل يسكت، أطفال كبار كله يسكت، ممنوع حد يتكلم، وإني أوقع العقاب اللي شايفه مناسب إذا حد اتحرك أو أساء أو عمل دوشة، وأن شعار الصف الجميل والرائع عند هؤلاء هو الهدوء إن الدنيا تبقى ساكتة محدش يتكلم، وإني يهمني إن الطلبة سلوكياتهم تعدل إلى الإيجابي جوه الصف، وليس في بيته ولا في الشارع ولا في المترو ولا في وسائل المواصلات ولا في البيئة الخارجية. وإن الشعار بالنسبة لنا هو التأكيد على السلوك العقابي، ده ضبط الصف يا جماعة، إنما إدارة الصف إجراءات مؤسس لها وأنشطة وفعاليات تتم بشكل متفق عليه، تؤدي إلى التعزيز أحيانا وتؤدي إلى الثواب أو العقاب أحيانا أخرى إذا ما أخطأ من يقوم على هذا الأمر، المتعلم أو حتى اللي بيقوم بإدارة عملية التعلم. وقلنا أن في كتير من العناصر التي تؤثر على البيئة وعلى إدارة الصف الفعال، أمور تتصل بسمات الشخصية وطريقتي في التعامل مع الطلبة، أمور تتصل بمدى تأهيلي الأكاديمي والمهني، أمور ترتبط بمن أنا وما نظرتي إلى العملية التعليمية، وأنا أصلا هل مجهز لده ولا لا. في أسد ذكرها نفسها، في معلمين لقاها مهنة وبيجيب منها فلوس وبيربط مع زمايله وأصحابه والشلة بتاعته ويروح السنتر، يقف قدام الناس حاطط القلم في جيبه وماسك التباشيرة في ايديه وبيكتب، بيقضي واجب، يعني لا يؤثر لا معرفيا ولا وجدانيا ولا أدائيا، وبياخد الأجرة بتاعته. هل ده تعليم؟ هل نقلنا البيئة الصف إلى السناتر وإلى مراكز الدروس الخصوصية؟ هل ده يرضي أحد؟ متخذ القرار عارف
وساكت، وودني من طين وودني من عجين. أصل المجتمع عايز كده، المجتمع مش عايز كده والله. أولياء الأمور لا يريدوا ذلك. أولياء الأمور عايزين أبنائهم في مدرسة تحترم آدميته. أولياء الأمور عايز ابنه أو بنته يقف وحنجرته بتنطق مع طابور الصباح بالنشيد الوطني. أولياء الأمور عايزين معلم ومعلمة جميلة يجلس في المكتبة يستقبلهم بابتسامة جميلة. أولياء الأمور عايزين بيئة تعلم فيها أصدقاء وفيها حب وفيها تواصل وجداني بين إدارة المدرسة وبين الأبناء. أولياء الأمور نفسهم علم بلدهم يزين حائط المدرسة. أولياء الأمور لما تسأله عايز إيه يقول لك أدفع اللي قدامي واللي ورايا عشان ابني يتعلم، وقبل ما يتعلم يتربى. أولياء الأمور يتمنوا إن الكتاب المدرسي يعود إلى كيانه وإلى مكانه، وإن الكتب الخارجية اللي بتباع ويسوق ليها من قبل مسؤولين في التعليم وبيقبضوا التمن تبقى إلى زوال. أولياء الأمور نفسهم ابنهم يلعب في المدرسة ويلاقي حوش جميل ومظلة جميلة ومكان يتعلم فيه إزاي يزرع وإزاي يصنع وإزاي يرتب ملابسه وإزاي يطبخ وإزاي يمارس المهن المختلفة تحت ما يسمى بمادة المجالات اللي وجدت ولكن لا تفعل بحجة معلهاش درجات. أولياء الأمور نفسهم إن مفهوم التربية الإسلامية، التربية الدينية، يتحول من مفهوم نظري إلى مفهوم عملي، فيتعلم الأبناء الآداب والسلوكيات وينعكس ده على أدائهم وعلى سلوكهم مع أولياء أمورهم، مع الآباء والأمهات ومع الشارع، فيمشوا في الشارع منضبطين ومبتسمين ومتفاعلين. أولياء الأمور لما هتسألهم وتسأل الطلبة نفسكوا في إيه؟ هيقول لك بلسان حاله: نفسي ألاقي مدرسة جميلة أحبها وتحبني، نفسي ألاقي مدير المدرسة بيبتسم في وجهي، نفسي ألاقي بيئة تحترم قدراتي، نفسي ألاقي مدرس ما يسخرش مني ويزعق فيا، نفسي ألاقي اختبار وامتحان زي ما حريص إن يشوف أنا عرفت إيه عشان أكتبه يسألني أنت فهمت إيه ويقول لي أنت حاسس بإيه ويعطيني درجة على تعرف تعمل ده ولا لأ، أنت حاسس بده ولا لأ. أما تقويم قاصر على المعرفة وعلى الحفظ فقط هذا لا يمكن أن يكون موجود. أحبائي الكرام، هناك أنماط للإدارة الصفية. ترى ماذا تعني تلك الأنماط؟ أنماط إدارة الصف، وما الآثار المترتبة على تلك الأنماط؟ إيه نمط الإدارة الصفية الأكثر شيوع في مدارسكم؟ وأي الأنماط ترى إنه فعال؟ في نمط في علم الإدارة بيتقال عليه الفوضوي اللي هو الحر، سيبه يلعب ويجري ويفعل ما يريد. وفي نمط ديمقراطي وأمرهم شورى بينهم. وفي نمط تسلطي. التلات أنماط في علم الإدارة ما ينفعش أقول نمط أحسن من نمط. مدير المدرسة وقائد الصف والمعلم الذي يدير هو الذي يحدد النمط المناسب في الوقت المناسب وفي الموقف المناسب. زي ما قلنا كده، هل توجد طريقة تدريس مثلى؟ لا. أي الطرق أفضل؟ حسب الموقف. يستوجب إن حاضر، يستوجب إن ناقش، يستوجب إن أخلي الطلبة في تعلم تعاوني، يستوجب إن الطلبة يعملوا استراتيجية تدريسية معينة. أنا حر حتى أحقق هدفي. وبالتالي أنماط الإدارة الصفية أحبائي
قد تكون النمط الحر الذي يعتمد على ان كل واحد ياخذ قراره بنفسه، وقد تكون النمط الديمقراطي اللي هو اقعدوا مع بعض وتشاوروا مع بعض، قد تكون النمط التسلطي المتحكم ان انا صاحب القرار. والثلاثة كويسين، ولكن انفراد واحد فقط طول المشهد وطول السنة وطول الصف أمر مرفوض. ولهذا النمط الفوضوي إعطاء الطلبة الحرية المتناهية في توجيه شؤونهم، اتنقل من فصل لفصل، روح من هنا، عنده مشاكل. آثار الإدارة الفوضوية: بناء شخصية فوضوية، عدم القدرة على ضبط الصف، ضياع الجهد والوقت، انخفاض مستوى الطلاب، آثار سلبية. النمط التسلطي، وده نمط إملائي مباشر، يلا اقعدوا هنا، ممنوع تعملوا كذا، وأنا مزاجي كده، وأنا اللي بقول، واللي مش هيعمل تعرفين. آثار الإدارة التسلطية: شكاوى من الطلبة، معدل الغياب هيطفشوا، توقف عن العمل، مفيش طلبة هتشارك معاك، هيؤدي إلى بناء شخصيات ضعيفة، شخصية العبيد، شخصية مستبد، هيطلع ايه طلبة في الفصل؟ مستبدين، ضعفاء، مساكين. طيب النمط الديمقراطي: معاملة المعلم للطلاب معاملة حسنة، كأنهم اخواته، كأنهم ابنائه، بياخد القرارات مع بعض، بيحطوا الانشطة، بيعالجوا مشاكل الطلبة، بيركز على انسانية الطلاب والاستجابة لحاجاتهم الفردية. في اثار سلبية: ظهور اتجاهات ايجابية نحو المعلم، اكيد هيحبوه، انخفاض الغياب أكيد، ارتفاع الروح المعنوية أكيد، ميل الطلاب إلى الابتكار أكيد، بناء شخصية متزنة أكيد. ولكن لا يعني أن طول الوقت المعلم يلجأ إلى هذا الخيار، في وقت معين في طلبة مشاغبين، في طلبة مشاكسين، في أنماط تحتاج إلى توجيه، وبالتالي قد يلجأ إلى النمط المستبد، وقد يلجأ في لحظة إلى النمط الحر، وقد يلجأ في كثير من اللحظات إلى النمط الديمقراطي. هذه كلها أحبائي الكرام ما يتعلق بأنماط الإدارة الصفية، ما بين الإدارة الديمقراطية والإدارة الحرة الفوضوية والإدارة المتسلطة. يجب أن يكون قرارنا ويكون اتجاهنا واعي وفاهم. لمزيد من أنماط الإدارة بالوعي بها، ألتقي بكم إن شاء الله في مداخلة تالية. في أمان الله، سلام الله عليكم، رحمته وبركاته.